الآن معنا من بيروت تاس إنجرام المتحدثة باسم اليونسف. سيدة تاس، أهلا بك. كيف ترصدون الوضع الآن في ظل هذه المواجهات المحتدمة في الجنوب اللبناني؟ إن اليونيسف قلق للغاية بشأن زيادة هذه العدوات في كل لبنان، ولكن خاصة في الجنوب. الآن العديد من الناس قد نزحوا، نحن قلقين حول هذه العائلات التي لديها الكثير من العجزة والأطفال، وليس لديهم الموارد الكافية ليستطيعوا النزوح أو الإخلاء. نحن نتواصل مع الحكومة اللبنانية، حوالي 1 مليون شخص قد نزحوا عبر لبنان، ونحن نقدر أن 300,000 طفل إلى الآن هم في الشوارع بلا مأوى دون الاحتياجات الأساسية ويحتاجون إلى مساعدة بالغة. طبيعة المساعدات التي يمكن أن تقدمونها سيدة تاس في ظل هذه الأوضاع ربما المرتبكة بشدة، تتحدثين عن 300,000 طفل في الشوارع، الإمدادات التي تقدمونها لهؤلاء الأطفال أو حتى للنازحين بشكل عام؟ هذا سؤال جيد، وأعتقد أن الإجابة حوله أن كل شيء بوسعنا إعطائه لهم نعطيه، لأن العديد منهم قد غادروا منازلهم في في الفجر، وأمهات قد أخبروني أنهم فقط أخذوا أبنائهم بما يرتدوه وغادروا سريعا، فغادروا بدون المستلزمات الأساسية. فإننا نحاول أن نوفر البطانيات، المياه، المراتب، الشامبوهات وغيرها من موارد والأمور الخاصة بالنظافة الشخصية، بعض الألعاب للأطفال. نحاول توفير كل شيء. كنت في هذه الملاجئ والمأوي على مدار الأيام السابقة، وكنت أتحدث مع العائلات، أتفهم ما احتياجاتهم، فهم يحتاجون إلى كل شيء، أمور الرعاية الشخصية والمراتب وغيرها من الأمور. ذكرت وزارة الصحة اللبنانية ربما قبل ساعات قليلة من الآن أنه هناك 127 طفل قتلوا في ظل هذه المواجهات، إضافة إلى ربما آلاف الأطفال مصابين. أيضا ماذا تقدمون في هذا الصدد مع احتمالية ارتفاع هذه الأعداد؟ نحن نعلم أنه ما لا يقل عن 1000 طفل قد توفوا في الأيام السابقة، وأيضا هذه تعد ارتفاع كبيرة من أغسطس، فالأرقام تزداد بسرعة كبيرة على مدار الأسابيع الماضية، وهذا بالطبع أمر غير مقبول. لابد أن يتم حماية الأطفال، وقانون الدولي الإنساني قد نص على أن لا يجب أن يصاب أو يقتل الأطفال، فإننا نرى هذه الأرقام المتزايدة، الأطفال تقتل، وأيضا مئات آلاف من الأطفال الجرحى. لقد رأيت طفل يعاني من جروح كبيرة من ظهره إلى معدته إلى ركبته، وكان يتألم بشدة، وكان بدأ يشعر بفقد الإحساس في أطرافه، وهذا بالطبع غير مقبول. لا يمكن أن يكون هذا هو الوضع الطبيعي للأطفال في لبنان. أيضا كان من الملاحظ ربما في الإفادة التي تتقدم بها وزارة الصحة اللبنانية سيدة تاس أن هناك ربما تعمد لاستهداف القطاع الطبي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل ربما انهيار لهذا القطاع وسط هذه المعارك الدائرة، ما الذي تقدمونه أيضا للقطاع الطبي؟ إن اليونيسف قد وفرت حوالي 100,000 من المعدات الطبية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وأيضا للوحدات الصحية المتنقلة التي تكون موجودة في الملاجئ، وأيضا لفرق الطوارئ التي تقوم بالاستجابة لهذه الأحداث. لدينا مزيد من المساعدات التي ستأتي على مدار نهاية الأسبوع وغيرها من الأطنان من المساعدات التي ستأتي. نحن نحاول زيادة وتيرة هذه المساعدات التي نحاول إدخالها لك، لأنك كما قلت فإن إمكانيات المستشفيات تعاني للبقاء مستمرة مع زيادة هذه الإصابات.
نعم، في ظل احتمالات تصاعد وتيرة المواجهات وربما احتمالات التصعيد لدرجة أعلى مما نشهدها الآن، هل هناك خطة موضوعة من قبل يونيسف لمواجهة ربما تداعيات ارتفاع التصعيد؟ نحن ننوي أن نبقى هنا بقدر المستطاع وبقدر الاحتياج. نحن ننتهي من كل المساعدات بحوزتنا سريعا، فالاحتياج يزداد من 200,000 إلى مليون في غصون أيام. فمن الصعب للغاية أن نتعامل مع كل هذه بالموارد المحدودة التي لدينا، لذلك نحن دوما نطالب بمزيد المساعدة الإنسانية ونحتاج من الدعم من المجتمع الدولي لأجل القيام بهذه الاستلزامات. ونحتاج أيضا أن تبقى الطائرات تستطيع المجيء إلى بيروت لنستطيع الاستمرار في إعطاء هذه المساعدات.